عندما توجعك الحياة، ما الذي ستفعله؟ عندما تختارك معركة الانكسار والتراجع، ما الذي ستقدم على فعله؟ عندما تطرق بابك المشاكل، هل ستختبئ أم أنك ستواجه؟ عليك الاختيار، لأن أيامك القادمة وطريق الحياة معتمد على ردة فعلك. هذه الحياة ليست دائما مبتسمة لك، قد تأخذك لواد مظلم أو لطريق لا تعرف له نهاية، وقد ينكسر لديك ميزان السعادة والاستقرار، وقد تمر بظروف تعتقد بأنها لحظة الانكسار العظيم. هنا قف ووجه لنفسك خطابا مؤثرا، وافتح ملفاتك القديمة وابحث بين الصفحات عما فات وعن تفاصيل الحكاية الخاطئة التي يجب ألا تقف عندها، بل يجب عليك أن تأخذها بيدك وبإصرارك حتى تتمكن من إصلاحها، وبعدها ستصل لنتيجة تفتخر بها لتبقى مرفوع الرأس شامخا. أنت التغيير، وأنت الإيجابي، وأنت صانع الأمل. رددها بينك كثيرا واجعل صداها مؤثرة، ليس لحياتك فقط بل لحياة الآخرين.